لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البدايه بالدفعه الاولى من مقابلات الجوله الثانيه اياب من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي تلعبت اليوم لحساب المجموعه الاولى وفي مركب الهادي نيفر بباردو. الملعب التونسي ينقاد الهزيمه على ارضيه ميدانه امام النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر، هدف السي اس اس الوحيد سجله المهاجم اشرف الحباسي في الدقيقه 45. في ملعب 15 اكتوبر ببنزرة، النادي الرياضي البنزرتي يكتفي بالتعادل الايجابي على ارضية ميدانه امام اتحاد تطاوين هدف مقابل هدف. مكرم العالوي افتتح نتيجة للسيابي في الدقيقة 10 واحمد الحاضري عدل نتيجة لاتحاد تطاوين في الدقيقة 70. في درب الساحل وفي ملعب الأولمبي بسوسة، النجم الرياضي الساحلي وصل الصدارة بعد انتصاره على أمل حمام سوسة 2-1. سجل ثنائية الإتوال كل من لؤي بن حسين في الدقيقة 70 وعلي سوما ضعف نتيجة في الدقيقة 82، في حين هدف أمل حمام سوسة الوحيد حمل توقيع حسين الشايب في الدقيقة 75. اخر مباراة دارت اليوم في الملعب البلدي بالشابة، هلال الشابة ينقاد للهزيمة على ارضية ميدانه امام الترجي الرياضي التونسي 2-0. سجل ثنائية فريق باب السويقة كل من انيس البدري في الدقيقة 49 ومحمد علي بالرمضان ضعف نتيجة في الدقيقة 55، في مباراة شهدت الاذاعة اللاعب الليبي حمد الهوني ضرب الجزاء للترجي في الدقيقة 23. إذن هاو نعطيكم الترتيب في المجموعة الأولى بعد مقابلة اليوم. في الصدارة النجم الساحلي 22 نقطة، في المرتبة الثانية ترجي 18 نقطة، في المرتبة الثالثة نادي الصفاقسي 11 نقطة، في المرتبة الرابعة الملعب التونسي وأمل حمام سوسة 10 نقاط، في المرتبة السادسة نلقاو النادي البنزرتي 9 نقاط، في المرتبة السابعة وقبل الأخيرة اتحاد تطاوين برصيد 8 نقاط، والمرتبة الثامنة والأخيرة موجود فيها الهلال الرياضي بالشابة برصيد 7 نقاط. الدفعة الثانية من الجولة هذه باش تتلعب غدوة ماضي ساعتين لحساب المجموعة الثانية. النادي الافريقي يستضيف الاتحاد المنستيري، مباراة زفر الحكم وليد الجريدي نعيم حسني حكم لمباراة الاولمبي البيجي مع مستقبل سليمان، مستقبل رجيش يستضيف اولمبيك سيدي بوزيد تحكيم كريم الخميري، ونجم المتلوي في مواجهة اتحاد بنقردان بصفرة الحكم عامر شوشان. في اخبار لاعبين المحترفين، نادي الاتفاق السعودي اعلن انه اللاعب الدولي التونسي نعيم سليتي باش يغيب عن الملاعب لمده شهرين بعد خضوعه لتدخل جراحي على مستوى العضله الضامه، وبالتالي فانه سليتي باش يغيب على مواجهه منتخبنا ضد نظيره الليبي في شهر مارس القادم ضمن تصفيات كاس افريقيا في الكوديفوار. في اخبار الميركاتو، الهيئه المديره لمستقبل سليمان اعلنت تعاقدها مع اللاعب ادم رجيبي قادم من نادي الشرق السعودي بعقد لمده موسم ونص. لاعب سبق له لعب مع عديد الفرق التونسيه على غرار السيابي الترجي الرياضي التونسي واتحاد بنقردان. في كاس تونس لكرة القدم وفي الدور التمهيدي الثالث الخاص بفرق رابطة الهوات والرابطة الجهوية بالنسبة لمواجهات فرق جهة القيروان، الأمل الرياضي ببوحاج انهزم اليوم أمام تقدم سقيت الدير 4-0، وغدوة ماضي ساعة ونص متاع نهار مباراة اتحاد قصيبة المديوني اللي يستضيف المستقبل الرياضي بسبيخة. نواصل مع كاس تونس، والجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أنه سحب قرعة الدور التمهيدي الرابع من كاس تونس الخاص بفرق الرابطة الثانية رابطة الهوات والرابطات الجهوية باش يتم سحبها نهار الاثنين 23 جانفي بداية من 11 متاع الصباح بمقر الجامعة بحضور ممثلين على الأندية المترشحة. في الرابطة الثانية الشبيبة القيروانية تواصل تحذيراتها لبقية الأدوار القادمة من سباق كأس تونس. اليوم جي اس كات عادلت أمام نادي مكثر بنتيجة هدف مقابل هدف في مقابلة ودية احتضنها أنيكس حمد العويني. نمشي والبطولة العالم لكرة اليد بولونيا والسويد 2023. بطولة العالم لكرة اليد بولونيا السويد 2023.
في بطولة العالم لكرة اليد، منتخبنا التونسي واصل مشاركته في كأس الرئيس الشرفية للمقابلات الترتيبية، وبعد فوزه على المغرب 30-25 في مقابلة الجولة الأولى. اليوم منتخبنا انتصر على نظيره المقدوني بنتيجة 33-28 في الجولة الثانية، ونذكر أنه سواعدنا التونسية باش تواجه نظيرها الجزائري نهار الاثنين بداية من 3:30 متاع العشية بتوقيت تونس في مقابلة الجولة الثالثة من كأس الرئيس الشرفية. يكمل مع مونديال الهوند، وبالنسبة لنتائج مقابلة اليوم في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، صربيا تفوقت على الأرجنتين 28-22، البحرين انهزمت أمام مصر 26-22، كرواتيا تفوقت على بلجيكا 34-26، قطر انهزمت أمام النرويج 30-17، أمريكا انهزمت أمام الدنمارك 33-24، وهولندا انهزمت أمام ألمانيا 33-26. خارج تونس في أبرز مقابلات اليوم في الدوريات الأوروبية في الجولة 21 من البريمير ليغا الأنجليزية، مباراة القمة في الأنفيلد حسم التعادل السلبي 0-0 بين ليفربول مع تشيلسي، وستهام تفوق على إيفرتون 2-0. في الجولة 18 من الليغا الإسبانية، أتلتيكو مدريد يضرب بقوة ينتصر على بلد الوليد 3-0، وإشبيليا متعادل في اللحظة هذه أمام كاديش 0-0 في الشوط الثاني. في الجولة 19 من الكالشيو الإيطالي سيريا، ساليرنيتانا انهزم أمام نابولي 2-0، وفيرنتينا متأخر في اللحظة هذه في نتيجة على أرضية ميدان وأمام تورينو 0-0 في الشوط الثاني. في الجولة 16 من البوندسليغا الألمانية، أهم المواجهات أنتراخت فرانكفورت تتفوق على شالكة 3-0، وفولسبورغ يضرب بقوة ينتصر على فرايبورغ 6-0. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساهم الرياضة في تعزيز المناعة وتقوية الذاكرة مع المساعدة في التحكم في الوزن، بالإضافة للحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة والنفسية. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيدة ترابلسي، وإن شاء الله ليلتكم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.